magaalada buu hoolana waxaa laga hirgeliyay macad loogu talagalay in waxa lagu baro haweenka iyagu aan hore u helin fursadaha waxbarasho macadkan ayaa lagu magacdaray al dacwa waxaana macadkan wax ka dhigi doona gabdhaha iyagu ka baxay macadka sare al furqaan ee buu hoole gaar ahaan ducfadii ugu dambeysay waxaan ogolaalka ka hadashay hinda axmed abshir oo ka mid ah macalimiinta iyagu wax ka dhigo doona dugsigan haweenka u gaarka ah sidoo kalaalka waxaa ka hadlay guddoomiyaha dacwada gobolka cayn sheekh axmed samater guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor cabdishafi axmed cali waalidiin iyo mas-uuliyiin kale معهدك وحانو قطرة بلنكو يوينكا يو حوالا عن قاركود عن تانسورين او لغيارو كوي كواوينا اي ناضرين محادة لكاريا ويبو تانسورينين مركا معهدكو هالكا لكود بريني هاي معهدكو هالكا لكود بريني هاي وحانو هذا عرضي شوكتا عادو بلارم هاي وحان شوكتا عرضي اه إلى لحظة يشان أرضي لا يبركيو سببها نبو كريفتين المحد كان فرنا وحاكم إلى الهوية دا إلى الهوية بدن أي كخدم باي سداء سلاة دلو سحير أي وحام سلا برغي إلى الهوية بدن سواس عنو أما يخلاص ترتي يا سبحانه الله كديو وحان أمها بيرينا يا مرك اللوات علمانا قبضها صوت يا رسي برامج كان دعوه بعد كان فري إلهي سبحانه وتعالى عبر كيو أردلا كسو بحري سنة كامعة الفرقان حولا هذا كان عدنا بلاوي هذا الدلال كان دين عقب بلاوي معد كي فري حكو قولينا يا حافظ وران إن كفاية ديستان وقبلا عركم فرديا يهويوين كاركم فرديا إن اسكو ديان إن مدولي با أي طوان قف كانتو مدين تاغا فريدا ميدول توغ فو تعلي تاغا فريستا كانتو توغ بابا وخبر بران وايش علمي قاطان ساعدها كوبان بابا ساعدو علمي هاك كسوري ني كيف فريستا نارتا اسكو ديا وقتي بو تشانس قاليا وقضاف يا ديك ديك بو دمانيا وقتي بو قضاف ادم علي قبل حتى ما كفتمو وحبا لا بري وحبا براتين جامعه كسو بخدين رغو بادين هول تاغان والبحر كان وقتها جاي وافل الله وجهه ويا دولا وفل الله وجهك صوب حدي بقى هنا تسكوف اللاتان ومعاهد الفرتان ومعلمين أتكلم وطان وحوي وحوي وإجازة يا يا دوين ويا وأنا رين شرتا ودون كا يقبل الله ذلك كشرتا إن معلمين يا مشايخ وين أجيران ودراسات كديجان oo daawada ka qayb qaataan si gaar ah qayb qaataan tacaanka oo ku jirteen waa arin jirta weeye ugu dambeyntiina dugsigan ayaa si lacag la'aan waxa wax loogu bari doonaa haweenka iyagoo aan helin fursadaha waxbarasho waa Cali Cismaan subaxna dhaktar wararka telefishka caalamiga ee Soomaali News magaalada Buu Hoole